أنا أقول إن الحياة حلوة لكن المفروض نعرف شلون نتعامل معها. أكيد. لا نضيف لها إضافات زيادة مثل السكر المصنع اللي له مضار كثيرة على الصحة. كل الدراسات الأخيرة قاعدة تثبت بأن هذا السكر المصنع له أضرار كبيرة على الجسم، أداء الجسم حتى، ترى حتى شكل الإنسان يتغير. وايد من الأشخاص قطعوا السكر شافوا نتائج حلوة في حياتهم. لازم نتأكد من هالمعلومات بعد هاشم أكثر. إنزين، والإنسان اللي دائما يبحث عن نمط حياة صحي، إحنا نقول له أن نمط الحياة الصحي هو مو شيء للفشخرة أو غيره. أنت قاعد تستثمر بصحتك وقاعد تستثمر بنفسك على المدى الطويل. راح نتكلم عن هذا الموضوع أكثر وأكثر، لكن مع الدكتورة انتصار صبر الهندال استشاري طب العائلة رئيس قسم التوعية الصحية بمستشفى شركة نفط الكويت. حياك الله معنا دكتورة. الله يحييك. منورتنا ومشرفتنا. الله يسلمك، أنا سعيدة جدا أن أكون معكم. حياك الله معنا دكتورة. سؤال الصراحة شوية غير، هل إحنا نحتاج السكر في حياتنا؟ هل نحتاج السكر لنظامنا الغذائي؟ هل يضرنا فعلا؟ هل في أنواع من السكر ممكن تفيدنا؟ شوفي، إحنا نحتاج السكر لكن ما نحتاج السكر المصنع، يعني ما نحتاج السكر الأبيض. أي كل أنواع السكر المصنع، سواء سكر أبيض، أسمر، محليات صناعية، هذه الأشياء جسمنا ما يحتاجها. لكن هل نحتاج السكر؟ إيه، إحنا طاقتنا كلها معتمدة على السكر، لكن إحنا كل شيء سبحان الله ناكله ترى يتحول بجسمنا إلى سكر، صحيح. اللي هو الجلوكوز، جلوكوز أو حتى الفركتوز. لكن هذا النوع اللي ناخذه ترى لو تأكلين لحم بيتحول، تأكلين عيش بيتحول، تأكلين خبز بيتحول، أي شيء دهون، كل شيء ناكله يتحول إلى جلوكوز عشان العمليات الحيوية اللي بجسمنا. لكن السكر الأبيض أو المصنع بشكل عام كلش جسمنا ما نبي. وشيء سيء دكتورة، يعني مو بس سيء، إذا في كلمة أكثر من سيء نقدر نقولها. جميل. إنزين دكتورة، لو توضحي لنا الكميات الطبيعية اللي يحتاجها الجسم من السكر. يعني راح أصدمكم أن منظمة القلب الأمريكية حددت بحد أقصى للرجل 9 ملاعق. ملاعق لما أقول ترى مو الكفاش الكبار، يعني عرفت الوسط، مو مالتنا إحنا، مالت الاستكانة الشاي الأكبر الوسط. وللنساء 6 ملاعق. زين، الناس يمكن لما طالعها شيء تقول عادي، بس أنا بذكرك أنت من الصبح ليل ليل كم ملعقة سكر قاعد تستهلك بالشاي، بالقهوة، بالحلويات، بالأكل، غير السكر المخفي اللي بالمنتجات واحنا ما ندري عنه. صحيح. أكيد منتجاتنا الغذائية تحتوي على سكر، يعني كثير من الأطعمة لما نقرأ نشوف كم جرام سكر وغيرها من هذه. صحيح. الأمور. لكن إذا بنتكلم عن البدائل الصحية للسكر، يعني اليوم علشان أنا أستبدل السكر المصنع هذا اللي أنا أقصده، في بدائل صحية ممكن حتى تعطي طعم جميل للأكل. طبعا البدائل وايد، عسل، تمر، فواكه مجففة. يعني أنت الحين تقدرين تسوين كيكة بالتمر. صحيح. تمر سواء تحطينه كذي، التمر تذوبينه بالموز، الفواكه بشكل عام، بالذات الفواكه الحالية مثل الموز، العنب، المانجا، كل هذه الأشياء ممكن تسوين فيها كل شيء بطريقة صحية وبدون سكر مصنع. أنا أقول هذا الشيء للمشاهدين، ترى أنا عندي خبرة كبيرة في بدائل السكر، لأن أنا بدل السكر في منتجات غذائية، واكتشفت يعني هذا من واقع خبرة بأنها أفضل وصحية أكثر، وطعم ترى وايد أحلى بعد، يفرق. أكيد. يعني وهي الخبرة ترى هي أهم شيء. يعني أنا دائما أقول لهم، أنا لما أي أتكلم ترى أنا ما قاعد أتكلم لأن أنا طبيبة. صح. وايد أطباء طبعا وكلهم يمكن مثلي وأحسن مني، لكن أنا عن تجربة شخصية هذا الشيء. كلك خير وبركة، هذا اللي احنا جايين له. المد الجميل اللي قامت فيه الدكتورة انتصار الهندال، وأنا على المستوى الشخصي يعني تأثرت فيه شخصيا، يعني في أحد الأيام أنت نصحتيني ولاحظت الفرق الشاسع اللي حصل في حياتي. فبتكلم اليوم عن تجربتك الشخصية دكتورة انتصار في قطع السكر هذا. احنا الحين تقريبا نص شهر 10، ان شاء الله 1/11 انا راح احتفل اني سكرت 8 سنوات بدون سكر مصنع. وان شاء الله داشة على السنة التاسعة ان شاء الله طول العمر، يعني يكون بدون سكر مصنع. بالنسبة لي هذه التجربة انا يعني اعتبرها افضل تجربة سويتها بحياتي، افضل شيء. مو تجربة، أنا الحين يعني يمكن أقول تعديت مرحلة التجربة، لكن أفضل قرار سويته حق نفسي في حياتي.
ان انا اقطع السكر المصنع، لان وايد حياتي فرقت، مع ان انا الحمد لله ما كنت مريضه ولا كنت متينه، لكن فعلا قطع السكر يفرق ويغير من حياتك. شلون اعطاك ايجابيه؟ الجزء الايجابي اسماء نبي نعرفه هذا دكتوره. قصدك شلون يعني شلون خلاني اكون يعني مرتاحه اكثر؟ شنو التاثير الايجابي عليك؟ شوف ويمكن انت جربت هذا الشيء واسماء الحين مجربته. يوم اللي تقطع السكر يمكن اليوم الاول يوم صعب. صحيح. لكن الصعوبه ايش كثر؟ اسبوعين بالكثير صح؟ والصعوبه الشديده يمكن 3 إلى 5 أيام لا اكثر ولا اقل، بعدها تبدا تتعود، جسمك يتعود على هذا الطعم الجديد اللي انت خلاص شلت اصلا السكر. بعدين يبدا يرفض انه يتقبل. بعد اسبوعين ترفضه. صحيح. الفائده اللي انت تسالني عنها واكيد المشاهدين هذا اللي هم اول شيء انت قاعد تاخذ سعرات حراريه من غير اي قيمه غذائيه، فبالتالي اول شيء راح يصير لك وزنك راح يبدي ينزل، وراح يفرق يعني خلال 3 شهور اي احد يشوفك راح يقول لك انت ضعفان. فالوزن شيء اساسي وكلنا ندور على الرشاقه طبعا طبعا، لكن ندور على الرشاقه الصحيه أكيد. ما ندور على اللي احد يشوفك يقول لك ايش فيك انت تعبان، لا لا راح يقولوا لك ما شاء الله ضعفان، بس يبين ان فيك صحه. زين الشغله الثانيه غير نزول الوزن راح تحس تحسن بمزاجك غريب وعجيب طبعا صراحه طبعا. الشيء الثالث الناس اللي عندهم امراض او على حافه الامراض، وبالذات ان كلنا اكيد يعني نكبر بالعمر، فبالتالي نصير اكثر عرضه للعديد من الامراض منها الضغط السكر الكوليسترول، راح يلاحظون ان سكرهم بدا ينزل ويصير طبيعي، كوليسترولهم بدا ينزل سواء مريض او صحيح، راح يشوف ان حتى فحوصاته تغيرت من قبل قطع السكر الى بعد قطع السكر. فانت بهالطريقه قاعد تحمي صحتك من الضغط من السكر من الكوليسترول، وهذه 3 أشياء بالذات يعني هي اساس كل الامراض، امراض العين والكلى والشرايين، كل هذه الاشياء تصيبنا بسبب هذه الامراض. نعم. بعد شنو تحس انك مو مدمن صح، ان انت لازم تاكل شيء حلو مثلا سكر وتضيف له السكر طبعا. هذه الاشياء حسيت فيها صح؟ حسيت فيها صراحه. الحمد لله. والشغله الاكبر اللي حسيت فيها من واقع تجربه شخصيه، انزين دائما مع تقدم العمر، يمكن ذكرتي هذا الشيء دكتوره، وانا ابيك تثبتين لنا على هذا الموضوع طبيا، بالنهايه انا مو دكتور، احنا نواجه مشكله سواء تلعبين بنادي او ما تلعبين بنادي او غيره، منطقه محيط البطن والخصر، منطقه الكور احنا نسميها الناس اللي نلعب بنادي، هذه نواجه فيها مشكله جمه، شلون احنا نقدر نزقر محيط الخصر؟ يوم قطعت السكر الخصر صغر 4 سايزات. صح 4 سايزات بظرف شهرين. هذا من قطع السكر، لان من اكثر المشاكل اللي يسببها السكر المصنع انه هو يتكون من مادتين، ماده اسمها جلوكوز، وهي يعني احنا جسمنا مثل ما قلنا بدايه المقابله ان اي شيء ناكله يتحول الى جلوكوز طبعًا. فيحترق باي خليه من خلايا جسمنا. مشكلتنا الاساسيه بالفركتوز اللي موجود بالسكر المصنع، الفركتوز ما يتكسر ويتحول الى طاقه الا داخل الكبد، فلما يروح للكبد يبي يتحول يبي يصير طاقه، ما يقدر. ليش؟ لان احنا هو المفروض يتحول الى ماده ثانيه مخزنه عندنا بالكبد اسمها جلايكوجين. لما احنا نكون صايمين، لما نكون مثلا مو ماكلين، سبحان الله هذه الماده تتحول الى سكر بجسمنا يعطينا الطاقه، لكن احنا ناكل وما نتحرك، فعندنا جلايكوجين مخزون زين، الفركتوزي ما يدري وين يروح. من اهم الاشياء اللي يتحول لها الفركتوز 3 أشياء. اول شيء يتحول الى دهون ضاره وهي الكوليسترول الضار بي ال دي ال، ويتحول الى دهون تتراكم على منطقه الكبد وتسبب لنا تشحم ودهون على الكبد، وتتراكم في منطقه البطن اللي البطن. انت تكلمت منطقة عنها الكور هذه. بالضبط، فتسبب لنا اللي احنا نسميه بالكويتي الكرش. هي تبي تضعف، ممكن تضعف بس الكرش موجود. موجود. هذه ما راح تنزل الا اذا انت قطعت السكر، راح تشوف مثل ما حضرتك ذكرت ان سايزك بهذه المنطقه يقل بسرعه، لان ما صار عندنا فركتوز قاعد يتحول الى دهون تتراكم في هذه والله المنطقه. والله مشكله كبيره يعني فعلا، لما احنا نشوف السكر اللي موجود يعني في اكلنا
كثير من الأطعمة يعني إحنا نشتريها جاهزة تحتوي أصلاً على السكر. أكيد. فالواحد لما يقطع السكر لازم بعد يروح يشوف بدائل، لازم يروح يشوف يقرأ كم جرام سكر، شنو البديل للسكر وغيرها من هذه الأمور. بس هو يحتاج صبر وطولة بال، يحتاج نية عند الشخص باتخاذ القرار. صح. نقطة جميلة ذكرتيها أثناء حديثك دكتورة بأنك قطعتي السكر، الحمد لله يعني أنت ما عندك أي مشكلة صحية. ليش الناس تنطر لما يكون عندها يعني مشكلة صحية أو الدكتور يقول له لازم تبدل السكر أو تقطع السكر؟ هني ترى يبدأ كأنه هو يحس أنه صعب عليه. خلاص. أنا شيء أبيه. أي شوف الإجبار أنك تجبر نفسك هذا شعور جدا سيء ترى. صح. لكن لما أنت مثل ما ذكرت بالبداية تختاره كلايف ستايل، يعني شنو؟ يعني اليوم أنا قاطع السكر وباكر، يعني نسمع وايد بالسوشيال ميديا أن ناس يقطعوه تجربة العشرة أيام. 10 أيام لا تقدم ولا تأخر ترى. صحيح. هي تجربة مرت بحياتك، بس شنو تأثيرها؟ أنت ما يمديك لقيت التأثير. أنك تلامس هذا التأثير. التأثير لما أنت خلاص خذيت هذا نظام حياة، وبالتالي اليوم وباكر، والناس تلقاها صعبة تقول لك المجتمع كل حوالينا حلويات. ترى المجتمع إحنا مكونات المجتمع إحنا. يعني إذا أنا ما أجيب لك وأقدم لك مثلاً حلو وأنت ما تقدم لي، خلاص إحنا صرنا مجتمع بروحنا، صح ولا لا؟ صحيح. والثقافة هذه تنتشر. يعني اليوم أنا زوارة بيتنا لما يكون الفواكه، حتى اللي تبي تسوي كيكة تدور بدائل، تسويها بالتمر، تسويها بالعسل، يتقبلون طعمه. مشكلة الناس يعني مو الكثير يتقبل هالشيء هذا. مثل الواحد يحس انه هو يعاني لما يبدي بهالمرحلة. لما يبدي اكيد يعاني، وكلنا بالبداية نعاني، لكن هي ثقافة. يعني يمكن قبل 10 سنوات او خل اتكلم عن تجربتي، قبل 8 سنوات لما جيت لكم في هذا البرنامج نفسه، ما حد فيكم كان يمكن حتى يفكر انه يقطع السكر. صحيح. صح ولا لا؟ خلينا نقول انا نقلت تجربتي وأسمة تنقل تجربتها. والله اثرت صراحه دكتوره، فهي تجربه مؤثره. المجتمع يعني انا من بديت هذه التجربه لليوم ترى فرق معي المجتمع وايد، على الاقل مجتمعي، الناس اللي حوالي، الناس اللي يعرفوني، الناس اللي متابعيني، الناس اللي يطالعونا بالتلفزيون. فيعني انتم فعلا مشكورين انكم يعني دائما سباقين تلفزيون الكويت في نشر هذه التوعيه. الله يحفظك. اللي ان شاء الله تكون يعني مصدر الهام حق وايد ناس، وترى مشاريع بدت على هذا الاساس. نعم. جميل. نعم. جدا. نعم. دكتوره قبل أن نختم على عجاله بس. نعم. الناس شوي بعضها تدلع، يقول لك انا ما ابي اقطع بين يوم وليله، شلون من الممكن نحط استراتيجيه لقطع هذه الاشياء اللي تضر اجسامنا؟ شوف اللي تدلع، انا بس اقول انا كله استخدم لفظ الاخوان المصريين، اقطع العرق وسيح دمه. وسيح دمه. هي تعبك نفسه هال5 أيام بتمر فيهم. صحيح. وتعوضهم بالبدائل مثل ما قلنا، وعادي حتى لو كثرت بالبدايه هذا شيء طبيعي. لكن اذا انت يعني مستثقل هذا الموضوع، شيله من الشاي اول شيء. والله توني بقول استكانه الشاي بس هو اول شيء. استكانه الشاي، القهوه شوي شوي، لما تبتاكل حلو اختار النوع اللي تبتاكله وقلل الكمية، لما تعود جسمك على انه هو قاعد يتخلص من هذا السم، انا اسميه سم، هو سم السم الابيض بالضبط، وخلايا لسانك تتعود على الطعم الجديد، وفترة قصيرة راح تلقى نفسك ما تتقبله حتى. طبعا هو الواحد كثر ما يثقف نفسه، كثر ما يتقبل بعض الامور البدائل الموجوده، شوي شوي لما يتعود، يمكن الشخص لانه تعود على السكر صارت عاده بالنسبه له، جسمه يعني يحب السكر. أكيد. يعني بشراهه، خصوصا بعض الحلويات، فبالتدريج الواحد يقدر. ما في شيء مفاجئ يصير بين يوم وليله، والقطع المفاجئ متعب يعني. برمجة مخ. نعم. بالتاكيد. لا اكثر ولا اقل. نعم. احنا اكيد استمتعنا معك دكتوره انتصار، شكرا لك على حضورك معنا في صباح الخير يا كويت. يعطيك الف عافيه. حياكم الله. مشكورين. يعطيك العافيه. الله يعافيك. راح ننتقل معكم إلى هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم عشان نقول لكم أهم ما حدث في هذه الحلقة وقفال حلقتنا.